Adecco, votre partenaire de proximité pour l'emploi. Le conseil RH by Adecco. مرحبا بكم في لو كونساي RH باي أديكو. اليوم مش نحكيو على أول نهار ليك في الخدمة، وقت اللي سمعت أنك نجحت في لونتروتيان وتقبلت، الأدرينالين يبدأ طالع وفرحة أقوى من فرحة النجاح في القراية، وتقول توا باش نبدأ المغامرة وأكيد باش نتعلم حاجات جديدة. الأسابيع الأولى في الخدمة باش تقابل ناس يقولوا لك مرحبا بيك تستحق حاجة هنا هنا، وفما اللي صبورة كحلة معلومة ما تراهاش، وفيهم اللي خايف منك لا تخولوا بلاصتو يحسي بروحه باش يقورن، وفما اللي ما يحبش يعلم خاطر ما عندوش وقت، ولا يقول لك تعلمت وحدي وما وراني حد وتعبت، اي دبروا ريوسكم. وقت اللي يخرج الانتريت ما نلقاوش شكون يعوضوا، علاش؟ على خاطر ما علمناش الطاقات الشابه ولي جونيور نتاعنا، وهذه مشكله كبيره نلقاوها في الشركات. وقت اللي الاون بوردينغ يبدا مش موجود والتكوين يبدا ضعيف والمرافقه من الناس اللي عندها تجربه للشباب ربي يجيبها. وما عندي علاش نلوم، ملي احنا صغار ثقافتنا ثقافه الكومبيتيسيون، ما توريهمش وما تعاونهمش ولازمك تجي الاول. اما كي نهزوا العقليه هذه للشركه نتعبوا برشا، خاطر كل واحد يولي يعمل طريقه وحده ومخبي العلم والمهارات اللي عنده، نخسروا برشا وقت وجهد والمشاريع تبدا معطله، وجدد يبداو فرستري والقدم يقعدوا في الزون دو كونفور. ما يعلمش باش ما يتعلمش، المرافقه نتاع الشباب تخليك تنقل المعلومه والمهاره، تعلمهم وتتعلم منهم، وهكا الناس الكل تستفيد ونقدموا الكل مع بعضنا. مرافقه الشباب هو الحل، وبربي ما تنساش نهارك الاول في الخدمه، كان علموك علم، وكان ما علموكش علم باش تخلي البصمه نتاعك في المؤسسه. كان هذا لو كونساي إغاش باي أديكو. فارس بن سويلح يحييكم، نلقاكم غدوه في نفس الموعد. لو كونساي إغاش by Adecco.